هل تملكين خزانة مليئة بالثياب لا تتلائم مع قياسك؟ هل سئمت أنواع الثياب الضيقة وغير المريحة؟ كل هذا سيتغير. نقدم لك سليم أند ليفت الجديد، مشد الجسم الخفيف كالهواء، ومع ذلك يمنحك الشكل الجميل الذي تحلمين به. بيع منه أكثر من 13 مليون قطعة. سليم أند ليفت وسيلة التنحيف الثورية العالمية، إن خفته أحدثت تغييرا ثوريا في عالم الألبسة المنحفة. لقد حرص مصممون على جعل سليم أند ليفت أكثر شفافية وخفة وراحة أكثر من السابق باستخدام خيط الحياكة الخفيف إيرلايت، إنه ناعم جدا. إن سليم أند ليفت يؤكد للجميع أنه فعلا خفيف كالهواء. ارتداؤه وخلعه سهل جدا. إنه ليس حاميا أو ضيقا. أنا أرتدي ثيابي ومع ذلك أبدو نحيفة. يجعل شكلي لائقا في كل الجوانب. الأمر الجيد أنك لا تشعرين أنك تلبسينه. إذن وداعا للألبسة القديمة التي نخوض معارك لارتدائها وخلعها. سليم أند ليفت إير من الثياب الداخلية التي تنزلق على جسمنا بسهولة، يجمل، يحدد ويوزع منعطفات جسمك الزائدة بشكل متوازن لتحصلي على مظهر نحيف ومثير. ستبدين كأنك خسرت بين 10 و20 باوندا، ويمكنك ارتداء فساتين أصغر حجما بقياس 1، 2 وحتى 3. إنه سر الحصول على شكل رائع، السر الذي تعرفه كل مشاهير هوليوود. سنبرهن كم أن سليم أند ليفت مريح، لا يكتم النفس. أي شيء. أشعر بالملائمة، بالروعة وبالانسجام، لا يمكن أن يكون جسمي أفضل من ذلك. شاهدوا كيف سنثبت أن سليم أند ليفت بخف الريشة عندما يطير. ابقوا معنا كي تعرفوا كيف تحصلون على سليم أند ليفت والتفاصيل لاحقا. الآن تابعونا لأعرفكم أكثر على سليم أند ليفت إير. أنا ساندرا سافيلي. اليوم سنكشف النقاب عن إضافة ميزة جديدة لسلسلة سليم أند ليفت، والتي تظهرك أكثر نحافة على الفور، كما أنها تضمن لك أن تشعري بالراحة وكأنك لا تلبسين أي شيء. لمزيد من المعلومات تعرفوا على خبيرة الأزياء العالمية والمصممة جين روبرتس. تسعدني رؤيتك ساندرا. جين، نقدم عرضنا من خلال خزانة كبيرة جدا. السبب هو أن معظمنا يملك خزائن مليئة بالثياب التي لا تناسب مقاسنا. أنا معك في ذلك. الجينز الذي يبرز نتوءات جسمك، الفساتين التي تظهر المطبات والتكتلات والأماكن التي تبدو ضيقة. حسنا، لدي الحل السحري لتحويل خزانة ملابسك من الثياب غير الملائمة إلى الثياب الملائمة تماما، فلقد أصبح بإمكانك الآن الحصول على شكل جميل بسرعة وسهولة أيضا. هذا هو سليم أند ليفت الذي بالكاد نشعر به. فقط البسيه وستبدين وكأنك فعلا فقدت درجة أو أكثر من مقاس فستانك بدون أن تتكبدي ألم وإزعاج المشدات المنحفة العادية. لكن ما الذي يميز سليم أند ليفت؟ إن سليم أند ليفت إير مصنوع من خيط إيرلايت الفريد من نوعه المعروف بأنه رفيع، ومع ذلك قوي جدا وفي منتهى المرونة. يوجد 12 منطقة تنحيف وشد متداخلة في سليم أند ليفت إير لتستهدف المناطق الشائبة، فتحسن شكلك من أسفل المؤخرة إلى فوق الركبة. يعجبني كيف أنه يؤمن تغطية كاملة. إنه جميل ومثير. إنه قطعة لينجري أكثر منه قطعة عادية للتنحيف. إن سليم أند ليفت يؤمن لك دعامة كاملة مع تحكم ثابت وشعور بأنك خفيفة. يعجبني كم أن سليم أند ليفت الجديد مريح. سليم أند ليفت مريح تماما، نضمن لك أنك لن تشعري بالحر. البسيه في الصباح والظهر والمساء والليل ولن تشعري بأي إزعاج. فلنتكلم عن الدعامة. يملك سليم أند ليفت رباطات يو المزدوجة، لذا لن تشعري بتلك المؤخرة المتدلية بعد الآن. إنه فعلا يشعرك بالثقة والأمان. ثم لا أثر لحدود السروال الداخلي. إنه ممتاز للبناطيل البيضاء والثياب الضيقة. أترين؟ إنه يلفك عند الأرداف. النتيجة تماسك تام، لن يتحرك أبدا، والفض يعود لهذه الرباطات المريحة. البطانة الخلفية تمتد إلى الأعلى كي تخفي تلك المؤخرة السمينة المخيفة. وفي المقدمة تسيطرين سيطرة تامة على بطنك، إنها مسطحة ومشتدة. أترين هذه الشرائط الجميلة؟ يوجد في الداخل رباط خفي لكي يربط المشدة بإحكام تحت صدرك بحيث لا ينزلق إلى الأسفل أبداً. سليم أند ليفت إير خفيف تماماً مثل الريشة. إنه مدهش. قد يخيل لك أن شيئاً كهذا قد يكون ثقيلاً جداً. إنه نسيج خفيف،
إنه خفيف لدرجة أنك قد لا تشعرين بوجوده. إنه بمثابة سرك أنت، لا داعي لأن أخبر أحدا بوجوده ولم أفعل. تفاجأت كثيرا بخفة وزنه ورشاقته لأني معتادة على مشدات تنحيف أخرى ثقيلة جدا. كنت أشعر أني محتجزة داخل شيء غير مريح، بينما هذا يبدو طبيعيا بالنسبة لي وكأنني لا ألبس أي شيء. إنه دعامة مدهشة ويجعل مظهري لائقا. هذه ليزا. تحدثنا كيف أننا صنعنا مشاد سليم أند ليفت، لكن ليزا الآن ستثبت لنا مدى فعالية سليم أند ليفت في تنحيف وشد الجسم. يبدو جسم ليزا مشدودا ومتناسقا، كأن قياسها 6. حسنا، لدينا سر هنا، لأن ليزا تلبس المشاد. رائع. أوهمتنا ليزا بأنها تبدو نحيفة ومتناسقة، لكن الواقع مختلف. دعينا نريهم ليزا الحقيقة المختبئة وراء هذا. لدى ليزا توأمان في 7 وولد في 4. تسبب لها الإنجاب ببطن ناتئ. إن جلدها مترهل. العديد من النساء يتعرضن لذلك بعد الإنجاب، فقدان الوزن الزائد أو فقدان الليونة بسبب التقدم في السن. لا الحمية ولا التمارين الرياضية قادرة على تصحيح هذا الوضع. سأقوم الآن بأخذ القياس قبل وبعد أمام أعينكم، وذلك لكي أريكم فعالية سليم أند ليفت الحقيقية. من دون سليم أند ليفت يبلغ قياس ليز 37 بوصة. الآن ببساطة ومع ارتداء سليم أند ليفت، انظروا كيف يصبح جسم ليزا مشدودا وثابتا على الفور. انظروا، لقد تغير القياس من 37 بوصة إلى 33 بوصة. هذا رائع، 4 بوصات، الفرق كبير. لقد اختفى منظر الجلد المترهل وتبدو ليزا مشدودة. لقد تحقق ذلك من دون حمية ومن دون رياضة ومن دون عقاقير، وهذا يؤكد أن سليم أند ليفت يناسب كل النساء أيا كان شكلهن أو حجمهن. فقدت 7 بوصات مع مشد سليم أند ليفت، هذا مدهش فعلا. إنه بديل للحرمان من الآيس كريم وأداء التمارين الرياضية المرهقة. بإمكاني سحبه من الدرج وارتداؤه. يمكنني الحصول على قياس أصغر لفساتيني وقياس أصغر لسراويلي. الثياب الضيقة لم تعد مشكلة، إنها ممتازة الآن. سليم أند ليفت إير ناعم. سليم أند ليفت إير أعاد إلي جسمي السابق، أنا أحبه. ساندرا، ماذا كانت شكواك الرئيسية من المشدات التقليدية قبل أن تتعرفي إلى سليم أند ليفت؟ سوف أوجه هذا البخار على نسيج سليم أند ليفت. انظروا كيف يخترقه بسهولة. الرطوبة تتلاشى. إذن عندما تلبسين سليم أند ليفت طوال اليوم، ستكتشفين أنك لن تسخني ولن تشعري بالالتصاق وعدم الراحة حتى لو كنت في الخارج في فصل الصيف. مع سليم أند ليفت تشعرين بالخفة والليونة والراحة وميزة التنحيف العجيبة، ما يجعله في رأيك خبيرة من أفضل مشدات الجسم على الإطلاق، والبرهان عند التجربة. أعتقد أن سليم أند ليفت مشد رائع، إنه نسيج متنفس. هذا لا يجعلني أتعرق تحت ثيابي في نهاية اليوم، إنه يمسكني ويحسن شكلي في المناطق الشائبة. ما أحبه في سليم أند ليفت أنه مريح جداً. لقد حسن شكل مؤخرتي وهذا لم أكن أتوقعه. اعتقدت أنه سيسبب لي رهاب الأماكن المقفلة، لكن هذا لم يحصل. إنه أكثر راحة بكثير مما كنت أتوقع. كمصممة أزياء خاصة من واجبي أن أظهر الناس في أحسن صورة. اشتغلت مع الجميع ابتداء من الاستوديوهات الكبيرة إلى الشركات الضخمة. إذا كنت بصدد تجهيز المشاهير للسجادة الحمراء، عليك أن تحرصي على إظهارهم في أحسن حال من كل الزوايا. أنا أؤكد لكم أن كل واحدة منهن تلبس مشدا تحتيا كي يساعدها ليبقى جسمها متناسقا. لا يهمني إذا كانت أوزانهن 90 باوند أو 180 باوند، كل شخص يملك أداة سرية لكي يبدو متناسقا من الخارج. أنا من جهتي أنصح كل زبائني بسليم أند ليفت إير، والسبب ليس لأنه فقط مريح، بل لأن نتيجته مضمونة. إنه يبدأ هنا من أسفل الصدر ليمتد قطعة كاملة جامدة حتى أعلى الركبتين. إنه لا يتحدث
يتحرك طالما أنت تلبسينه، وهذه ميزة جيدة. ليس هذا فقط، إذ أنه يخفي جيوب السليليت. إذا كنت تسعين إلى التغيير، إلى تغيير حقيقي، احصلي على سليم أند ليفت إير، لأنه سيحسن مظهرك 1000 مرة أفضل من السابق. نقدم لك سليم أند ليفت الجديد، مشد الجسم الخفيف كالهواء، ومع ذلك يمنحك الشكل الجميل الذي تحلمين به. بيع منه أكثر من 13 مليون قطعة. لقد حرص مصممون على جعل سليم أند ليفت أكثر شفافية وخفة وراحة أكثر من السابق. سليم أند ليفت وسيلة التنحيف الثورية العالمية. يوجد 12 منطقة تنحيف وشد متداخلة في سليم أند ليفت لتستهدف المناطق الشائبة فتحسن شكلك من أسفل المؤخرة إلى فوق الركبة. إذن وداعا للألبسة القديمة التي نخوض معارك لارتدائها وخلعها. سليم أند ليفت إير من الثياب الداخلية التي تنزلق على جسمنا بسهولة. يجمل، يحدد ويوزع منعطفات جسمك الزائدة بشكل متوازن لتحصلي على مظهر نحيف ومثير. ستبدين كأنك خسرت بين 10 و20 باوندا، ويمكنك ابتداء فساتين أصغر حجما بقياس 1، 2 وحتى 3. إنه قابل للتمدد الخارق ومريح. يمكنك أن تلبسي سليم أند ليفت طوال اليوم دون أن تشعري بالسخونة والإزعاج والتعرق. سليم أند ليفت يجعل جسمك متناسقا من أسفل مؤخرتك حتى أعلى ركبتيك ويخفي السليوليت. وداعا لخطوط السراويل الداخلية وللمؤخرات السمينة البشعة، سليم أند ليفت مصمم ليناسب مقاسك سواء كان مقاسا صغيرا أو كبيرا، كما أنه يسهل عليك الحصول على جسم متناسق. اتصل الآن ولا تترددي لتحصل على سليم أند ليفت. موظفون جاهزون لتلقي طلباتكم. اتصلوا الآن وستحصلون على سليم أند ليفت بسعر مغر، وعند اتصالكم ستحصلون أيضا على سليم أند ليفت آخر باللون الأسود مجانا. اتصل الآن ولا تترددي لتحصل على سليم أند ليفت. موظفون جاهزون لتلقي طلباتكم. سعيدة جدا بالمشد المجاني. الحقيقة أنني حصلت على 2. يا له من عرض مغر. الآن أصبح بإمكانك الاحتفاظ بالسر الذي تملكه نجمات هوليود والذي لا تستغني عنه عارضات الأزياء. لا تترددي واتصلي الآن لتحصلي على سليم أند ليفت إير. إذا اتصلت الآن ستحصلين بالإضافة إلى الهدية الأولى على هدية إضافية، وهي تنورة سليم أند ليفت كي تبدي مثيرة، وهي مصممة خصيصا لتناسب فساتينك. تنورة سليم أند ليفت يمكن ارتداؤها بثلاث طرق مختلفة. اتصلوا الآن لتحصلوا على سليم أند ليفت بسعر مغر. سليم أند ليفت تنورة رائعة، ستبدين رشيقة القوام ومتناسقة الجسم عند ارتدائها. تنورة سليم أند ليفت تكمل مجموعتك من سليم أند ليفت. متوفر حول العالم من شركة ثين دايركت. للطلب والمعلومات حول الدفع بالعملات المحلية يرجى الاتصال على الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم. إذا كانت الخطوط مشغولة يرجى معاودة الاتصال. الموظفون جاهزون لتلقي طلباتكم. رضاؤكم هو هدفنا. اتصلوا ولا تفوتوا هذا العرض المغري. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم الظاهر على الشاشة أمامكم 00966-011-473-2000. أستعمل سليم أند ليفت منذ سنوات. أعجبني سليم أند ليفت الجديد لأنه مريح جدا، يظهرني نحيفة ويجعل جسمي متناسقا. إن المشدات الأخرى ليست مصممة بخيوط سليم أند ليفت المرنة الخفيفة، إنها مزعجة وضيقة وتترك أثراً للمطبات والتكتلات. انظري هذا المشد مثلاً، إنه من قطعتين وبعض النساء يجدنه غير مريح. هناك قسم علوي وبعد ذلك عليك ارتداء القسم السفلي للجزء الأسفل من جسمك، أما رباطة الخصر فإنها قد تحدث نتوءات. سليم أند ليفت قطعة واحدة، إنه يخفي السليوليت تماماً، كما أن ارتداءه سهل جداً. إنه أخف بكثير. سأقوم الآن بشبك هذا المشد المؤلف من قطعتين بهذه البالونات. أريد أن أريكم كيف أن سليم أند ليفت أخف وزناً مقارنة بالمشدات التقليدية الأخرى. كما ترون إنه ثقيل جدا على البالونات. الآن سأشبك سليم أند ليفت إير إلى هذه البالونات. انظروا، إنه يعوم في الهواء، وهذا يثبت أن سليم أند ليفت إير خفيف كالهواء. سبق ورأيت مشدات أخرى، في نظري أي منها لم يضاهي سليم أند ليفت. إنه جميل ونسيجه ناعم جداً. ده من دون أن تشعري بضيق التنفس. إنه في غاية الراحة، والأهم من كل ذلك أنك لا تشعرين بوجوده على جسمك. لقد أظهرنا لكم خفة ورشاقة سليم أند ليفت إير.
الآن أريد أن أظهر لكم حجم قوة نسيجه الخفيف أيضا. انظروا كم أن سليم أند ليفت إير مرن ويقدم لك الدعامة التي تحتاجين إليها. انظروا، النسيج مزود بذاكرة ويرتد فورا إلى شكله الأساسي. الحقيقة أن سليم أند ليفت خفيف جدا، مرن جدا، وقابل للتمدد لدرجة أن لاعبة السيرك هذه تتحرك برشاقة وهي تلبسه. إن سليم أند ليفت إير مرن جدا. عندما تكونين معلقة في الهواء لا داعي أن تقلقي من حركاتك، لأنك تعتمدين على مرونتك لكي تفعلي ما تريدين فعله. إنه لا يتعارض معك أبدا، إنه يتحرك كليا معك وتشعرين أنك محمية عندما تؤدين تلك الحركات. جميل أن تشعري بأن شيئا يثبت حركاتك وأنت حرة في التحرك في نفس الوقت. تشعرين بخفته عندما تبدأين بلبسه، وتشعرين أن قياسك قد صغر مع أنك لا تشعرين أنك تلبسين أي شيء. إن سليم أند ليفت إير قابل للتنفس. عادة بعد المشي أو العودة من الخارج أشعر بأنني بحاجة لتغيير ملابسي على الفور لأنني متعرقة جدا. بينما الآن لازلت أرتدي هذا المشهد، ورغم أني كنت أمشي فأنا لا أشعر بالحاجة إلى التسرع بخلعه. إنه في الواقع مريح جدا. سليم أند ليفت هو صديقنا المفضل عند تسوق الملابس. يمكنك وبسهولة الشعور بأن قياس فساتينك انخفض درجة أو درجتين أو حتى ثلاث. انظري ماذا يحصل عندما تطلب جيني من زبوناتها في المتجر أن يرتدين سليم أند ليفت تحت ثيابهن أثناء قياس الملابس. دعونا نرى ماذا حصل. كأنك بحاجة لمساعدة. إني أبحث عن زي مناسب للعمل. لقد اخترت هذا وأعتقد أنه يناسبني. إنها تنورة جميلة وضيقة. لا أعرف إذا كان قياسها يلائمني. لدي هدية بسيطة لك، اتبعيني. أحقا؟ حسناً. حسناً مارتن، نحن جاهزتان. لا تبدين سعيدة. لا، إنها لا تبدو لائقة على جسمي. هناك ارتخاء، كل شيء ظاهر، كأنني أحمل فقاقيع في كل مكان. أريد منك أن تلبسي هذا المشاد سليم أند ليفت تحت ثيابك، وأعتقد أن هذا الثوب سيكون رائعاً ومناسباً للعمل. حسناً. يا للروعة، يا له من تحول. هذا رائع جداً. انظري كيف يبدو جسمك مشدوداً ومتناسقاً وثابتاً. تبدين وكأن وزنك انخفض 10 باوندات. رائع. هذا المنظر ليس مقبولاً صح؟ لا بالتأكيد لا. أريدك أن تجرب سليم أند ليفت إير وأضمن لك أن هذا البنطال سيلائمك على الفور. أوه يا إلهي، هذا مدهش. أنا فعلا متفاجئة. لا أدري إن كان هذا سينجح. يجب أن أبدو وفاتنا. اتبعيني لنرى كيف سيبدو. حسنا، هذا مريع، إنه يظهر كل شيء. أوه، السلوليت ظاهر. مستحيل أن أتمكن من ارتداء هذا الفستان، إنه بشع. هذا رائع، إنه مريح، لا تظهر أي شوائب، اختفى السلوليت. هذا مدهش. لهذا السبب لا أتسوق. يمكنك رؤية كل نتوءاتي، كل الترهل، إنه في كل مكان. مظهري ليس جميلا. هذا رائع، ما رأيك الآن في مظهرك؟ هذا رائع جدا. سليم أند ليفت إير فعلا ناجح. نقدم لك سليم أند ليفت الجديد، مشد الجسم الخفيف كالهواء، ومع ذلك يمنحك الشكل الجميل الذي تحلمين به. بيع منه أكثر من 13. تستهدف المناطق الشائبة فتحسن شكلك من أسفل المؤخرة إلى فوق الركبة. إذن وداعا للألبسة القديمة التي نخوض معارك لارتدائها وخلعها. سليم أند ليفت إير من الثياب الداخلية التي تنزلق على جسمنا بسهولة. يجمل، يحدد ويوزع منعطفات جسمك الزائدة بشكل متوازن لتحصلي على مظهر نحيف ومثير. ستبدين كأنك خسرت بين 10 و20 باوندا، ويمكنك ارتداء فساتين أصغر حجما بقياس 1، 2 وحتى 3. إنه قابل للتمدد الخارق ومريح. سليم أند ليفت يجعل جسمك متناسقا من أسفل مؤخرتك حتى أعلى ركبتيك، وداعا لخطوط السراويل الداخلية وللمؤخرات السمينة البشعة. سليم أند ليفت مصمم ليناسب مقاسك سواء كان مقاسا صغيرا أو كبيرا. يمكنك أن تلبسي سليم أند ليفت طوال اليوم دون أن تشعري بالسخونة والإزعاج والتعرق، كما أنه يسهل عليك الحصول على جسم متناسق ويخفي السلوليت. اتصلي الآن ولا تترددي لتحصلي على سليم أند ليفت. موظفون جاهزون لتلقي طلباتكم. اتصلوا الآن وستحصلون على سليم أند ليفت بسعر مغر، وعند اتصالكم ستحصلون أيضا على سليم أند ليفت آخر باللون الأسود مجانا. اتصلي الآن ولا تترددي لتحصلي على سليم أند ليفت. موظفون جاهزون لتلقي طلباتكم.
كنت أشتري المشدات ذات النوعية الجيدة وكانت باهظة الثمن. سليم أند ليفت إير ذات نوعية ممتازة ويناسبك تماما. إنه يجعلك تبدين نحيفة جدا وهو لا يقدر بثمن. الآن أصبح بإمكانك الاحتفاظ بالسر الذي تملكه نجمات هوليوود. لا تترددي واتصلي الآن لتحصلي على سليم أند ليفت إير. إذا اتصلت الآن ستحصلين بالإضافة إلى الهدية الأولى على هدية إضافية وهي تنورة سليم أند ليفت كي تبدي مثيرة، وهي مصممة خصيصا لتناسب فساتينك. تنورة سليم أند ليفت يمكن ارتداؤها بثلاث طرق مختلفة. اتصلوا الآن لتحصلوا على سليم أند ليفت بسعر مغرٍ. سليم أند ليفت تنورة رائعة، ستبدين رشيقة القوام ومتناسقة الجسم عند ارتدائها. متوفر حول العالم من شركة ثين دايركت. للطلب والمعلومات حول الدفع بالعمولات المحلية يرجى الاتصال على الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم. إذا كانت الخطوط مشغولة يرجى معاودة الاتصال. الموظفون جاهزون لتلقي طلباتكم. رضاؤكم هو هدفنا. اتصلوا ولا تفوتوا هذا العرض المغري. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم الظاهر على الشاشة أمامكم 00966-011-473-2000. حان الوقت الآن لإثبات فعالية سليم أند ليفت. يعجبني هذا. أنت تلبسين جينز وقميصا ظريفا، هل هذا من خزانتك الخاصة ميليسا؟ هذا صحيح، أنا أحب هذا السروال. صحيح لا يتلائم مع مقاسي ولكنه جميل جدا. ليس مشكلة، لكن أولا دعيني أقيس لك محيط منطقة الوسط. هل أمسكت هذا إذا سمحت ساندرا؟ حسنا، عند هذه النقطة بلغ مقاسك 51 بوصة. الآن إليك المنقذ سليم أند ليفت إير. جربي نفس السروال ثانية، لكن هذه المرة مع سليم أند ليفت. سنرى كيف ستتغيرين خلال دقائق قليلة فقط. عندما كنت أجلس كنت... أوه، لقد اختفى. فعلا اختفى، لا أعرف أين، لكنه ليس حيث يجب أن يكون. سليم أند ليفت إير جعل بطني مسطحا. كنت أدعي دائما أني أحمل طفلا، لكن الآن بعد أن أصبح ابني في السادسة لن أستخدم هذا العذر. مع سليم أند ليفت إير أشعر أن بطني مسطح كما كان قبل أن أنجب طفلي. والآن عودة إلى اختبار سليم أند ليفت. ها هي ميليسا. مدهش، تبدين مذهلة فعلا. انظري كيف جعل سليم أند ليفت السروال ملائما لك. تبدين رائعة، نحيفة جدا ومتناسقة بكل معنى الكلمة. ما رأيك بذلك؟ أنا لا أصدق، أشعر أني نحيفة ومتناسقة. أين ذهبت النتوءات؟ حسنا، المقاس الأول كان 51 بوصة، الآن انتقل المقاس من 51 بوصة إلى 45 بوصة. الفرق هو 6 بوصات، أي أن المقاس انخفض 3 درجات. دعينا نلقي نظرة عن كثب. وعدتك أن النتوءات العليا ستختفي الآن. لا نتوءات، انظري كم أصبح جسمك متناسقا. هذه هي قوة التنحيف التي يتمتع بها سليم أند ليفت إير. أنا ألبسه كل يوم، ألبسه في الليل وفي العمل وفي عطلة نهاية الأسبوع. إنه منتج جيد، إنه مادة ناعمة. سليم أند ليفت رائع، أنا معجبة به. لن أجرب أي منتج آخر. حصلت على كل ما أريد، حصلت على النحافة والتناسق. أشعر كأنني أجريت عملية تجميل. الآن يمكنك أن تلبسي أي شيء في خزانتك وستبدين نحيفة ومتناسقة في ثوان مع سليم أند ليفت. بقي فقط دقائق قليلة من مهلة العرض. تذكر، سليم أند ليفت هو المشد الوحيد الذي يجمع بين الخيط الخفيف إيرلايت القابل للتمدد والاثنتي عشرة منطقة الموجهة التي تساعد المرأة على حل المشاكل التي تزعجها. المشكلة الأولى هي المؤخرة المتدلية. المشكلة الثانية النتوءات. المشكلة الثالثة المختصرة. إن سليم أند ليفت مختلف عن المشدات الأخرى التي جربتها، لأنه لانجري يحسن الشكل، خفيف كالريش، مريح جدا، قابل للتنفس وفي غاية المرونة. يمكنك أن تلبسي سليم أند ليفت طوال النهار والليل وتنسين أنك تلبسينه. يمكن ارتداؤه وخلعه بسهولة. اتصلي الآن واطلبي سليم أند ليفت. خزانتك تنتظر. هل تملكين خزانة مليئة بالثياب لا تتلائم مع قياسك؟ هل سئمت أنواع الثياب الضيقة وغير المريحة؟ كل هذا سيتغير. نقدم لك سليم أند ليفت الجديد. مشد الجسم الخفيف كالهواء، ومع ذلك يمنحك الشكل الجميل الذي تحلمين به. بيع منه أكثر من 13 مليون قطعة. سليم أند ليفت وسيلة التنحيف الثورية العالمية. إن خفته أحدثت تغييرا ثوريا في عالم الألبسة المنحفة.
خفة. لقد حرص مصممون على جعل سليم أند ليفت أكثر شفافية وخفة وراحة أكثر من السابق باستخدام خيط الحياكة الخفيف إيرلايت، إنه ناعم جداً. إذن وداعاً للألبسة القديمة التي نخوض معارك لارتدائها وخلعها، سليم أند ليفت إير من الثياب الداخلية التي تنزلق على جسمنا بسهولة، يجمل، يحدد ويوزع منعطفات جسمك الزائدة بشكل متوازن لتحصلي على مظهر نحيف ومثير. ستبدين كأنك خسرت بين 10 و20 باونداً، ويمكنك ارتداء فساتين أصغر حجماً بقياس 1، 2 وحتى 3. سليم أند ليفت يحتوي على 13 منطقة تنحيف وشد متداخلة فيه تستهدف المناطق الشائبة ليتحسن شكلك وتبدي متناسقة من أسفل المؤخرة إلى فوق الركبة. إنه قابل للتمدد والتنفس الخارق والمريح. يمكنك أن تلاحظي كيف أن الرطوبة تتسرب من خلال نسيج سليم أند ليفت بسهولة. إذن عندما تلبسين سليم أند ليفت طوال اليوم ستكتشفين أنك لن تسخني ولن تشعري بالالتصاق. سأريكم الآن كيف أن سليم أند ليفت أخف وزناً مقارنة بالمشدات التقليدية الأخرى. سوف أشبك الآن سليم أند ليفت إلى هذه البالونات. انظروا، إنه يعوم في الهواء. هذا يثبت أن سليم أند ليفت خفيف كالهواء. المشدات الأخرى مخاطة بطريقة تقليدية قد تسبب نتوءات وتشوه المنظر، بينما سليم أند ليفت يجعل جسمك متناسقاً ومشدوداً. وداعاً لخطوط السراويل الداخلية وللمؤخرات السمينة البشعة، سليم أند ليفت مصمم ليناسب مقاسك سواء كان مقاسا صغيرا أو كبيرا، كما أنه يسهل عليك الحصول على جسم متناسق. اتصلي الآن ولا تترددي لتحصلي على سليم أند ليفت. موظفون جاهزون لتلقي طلباتكم. سعيدة جدا بالمشد المجاني. الحقيقة أنني حصلت على 2. يا له من عرض مغر. الآن أصبح بإمكانك الاحتفاظ بالسر الذي تملكه نجمات هوليود. لا تترددي واتصلي الآن لتحصلي على سليم أند ليفت إير. إذا اتصلت الآن ستحصلين بالإضافة إلى الهدية الأولى على هدية إضافية، وهي تنورة سليم أند ليفت كي تبدي مثيرة، وهي مصممة خصيصا لتناسب فساتينك. تنورة سليم أند ليفت يمكن ارتداؤها بثلاث طرق مختلفة. اتصلوا الآن لتحصلوا على سليم أند ليفت بسعر مغر. سليم أند ليفت تنورة رائعة، ستبدين رشيقة القوام ومتناسقة الجسم عند ارتدائها. تنورة سليم أند ليفت تكمل مجموعتك من سليم أند ليفت. اتصلي الآن ولا تترددي لتحصلي على سليم أند ليفت. موظفون جاهزون لتلقي طلباتكم. متوفر حول العالم من شركة ثين دايركت. للطلب والمعلومات حول الدفع بالعمولات المحلية يرجى الاتصال على الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم. إذا كانت الخطوط مشغولة يرجى معاودة الاتصال. الموظفون جاهزون لتلقي طلباتكم. رضاؤكم هو هدفنا. اتصلوا ولا تفوتوا هذا العرض المغري. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم الظاهر على الشاشة أمامكم 00966 011 473